الشاعر العربي وينزل بعزم يقوس على راس الديابة سواكن زي ما قايل محمد بلا طبقات على ظهور الغلابة. مساء الخير. حبيب الثوار أينما كانوا وحالم بالعدالة للفقراء، العم نجم لا يحب الرؤساء ولا الملوك، يكره الفقر ولا يطمح أن يكون غنياً. لقب بالفاجومي بسبب سجنه عدة مرات. مؤسسة الأمير كلاوس الهولندية كرمت نجم بجائزة مالية ورأت أنه يستحقها لرفضه الصمت وإلهامه ثلاثة أجيال عربية مختلفة. واتبلع لسانك قول. في صبيحة يوم الثالث من كانون الثاني ديسمبر من عام 2013 خرج الفاجومي من منزله في المقطم واتجه إلى المصرف ليستعلم عن رصيده بعد حصوله على جائزة كلاوس. أخبره موظف المصرف بأن قيمة الجائزة تبلغ 100,000 يورو، فطلب منه الفاجومي أن يضعها في حساب مستشفى السرطان للأطفال، وأخذ منها 5,000 جنيه فقط ليوزعها على النواطير وسائقي سيارات الأجرة وعلى بناته الثلاث. لم يكن نجم باحثاً عن هدية مالية ضخمة أو ثراء سريع، هكذا أراد حياته في مملكة السطوح. لم يطمح ليغير شيئاً فيها، لا لشيء إلا لأنه الباحث عن تغيير أحوال أمة بأكملها. زي النهاردة من زمان، من كام سنة، مفيش لزوم للعد أو للحسبنة. أصل الحكاية عد عمرك يا جحا، اليوم فلس وخمسة ستة عكننة، فلس فلس يحيى الفلس والجدعنة.